سباق الطرقات الوعرة في كردستان يستقطب العراقيين. اتهام اليوتيوبر المصري حمدي وزوجته بالترويج للعملات المحظورة. ملعب غلطة سراي التركي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج. ابقوا معنا. أهلا بكم. عراقيا نبدأ من بغداد، حيث يتم بالعادة إزالة التجاوزات، لكن في تجاوز للقانون وهيبة الدولة تم إطلاق النار أمام القوى الأمنية على آليات أمانة بغداد اللي كانت تباشر عملها. شاهدوا معي هذا الفيديو. هذا الفيديو كالعادة أثار السياق العراقيين وقسم الآراء بين من يطالب بمعاقبة مطلق النار وبين من تعاطف معه. إليكم بعض الآراء. لؤي النعيمي كتب يقول: القوات الأمنية طلعت صور مطبق القانون، لو غير مكان كان اعتبروا عمل إرهابي وهجموا بيته على رأسه. أما أبو منتظر الكعبي فقال: مشهد متناقض، شخص واحد وقف بوجه العشرات من رجال أمن أو دولة. خلود آخر تعليق: هو لو ما ضيمة قاعد بهيش مكان، الدولة قبل لا تشيل الناس لازم توفر سكن للعالم وين يروحون بقهرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. هذه كانت مشاهدينا بعض الآراء لدولة هذا الفيديو. الآن إلى فيديو آخر. في كردستان العراق قيمة يوم الجمعة الماضي سباق الطرقات الوعرة، واللي شارك فيه 37 سائق تجمعوا من كافة أنحاء إقليم كردستان، وتم تعديل السيارات لتلائم الطرقات الوعرة والممرات الضيقة اللي كان بعضها غارق في الوحل، وتنافس السائقون للحصول على الميداليات الأولى. المهرجان يحظى بإقبال من الجمهور والسائقين، ويقام برعاية شركة زيوت محركات بريطانية أعدت المسارات المتعرجة، ويعتبر أكبر تجمع للسباقات على طرق الوعرة في السنوات الأخيرة. مانش توفيق رئيس مجموعة السليمانية للسباقات الوعرة اعتبر أن هذا السباق هواية ومغامرة بنفس الوقت. إلى تيك توك وفيديو طريف منتشر لفتاة عراقية وأخرى لبنانية. الفيديو يظهر فرق اللهجة بين لبنان والعراق. لنشاهد سويا. فرق اللهجة، عزقة، ازدحام. شو خصك؟ شعلي شوية طلعي فيي ضاعي على زر دقمان سخطورة بلا متوسط متوسط سطرت أنا لسه سطرت سنسال قلادة سبك سيم. نعمل تبادل اللهجات، أنا حأحكي عراقي وهي أنا حأحكي لبناني. يلا تفت
ترباية فكرت نسيت أنينة ماي بطل بطل شو بطل ماي ماي بطل ماي تكية كوسة صح طاولة ميز ميز باي فيلاما حامض ليمون صحن زاد لا أنا من لبنان صحن شو بعرف ما بعرف لا حزري معون معون إيه صح أدي أوكي مكواية إيه كمان صعبة طب خلص غير شنطة الزنطة والآن مشاهدينا إلى مصر حيث تقدم محامي يدعى أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء واتهامهم بالإتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد وعمليات ابتزاز إلكتروني. وذكر المحامي في بلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية مقابل الحصول على المال. على الفور أعلنت النيابة العامة عن إحالة حمدي ووفاء إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق بهذا الموضوع، وقد تصل العقوبات للحبس 5 سنوات وغرامة تتخطى 5 مليون جنيه مصري. وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام المصري رصدت شكاوى متعددة ضد حمدي ووفاء لترويجهم عبر قناتهم في يوتيوب لعملات افتراضية وإلكترونية كالبيتكوين ودعوتهم إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون. لنشاهد سويا هذا الفيديو. النهاردة بقى يومنا مش عادي، يومنا مش عادي علشان أكبر حفلة عملناها في تاريخ القناة تكون النهاردة، وأهم فيديو هتشوفوه في القناة كلها في مسيرة حمدي ووفاء كلها هيكون النهاردة إن شاء الله. شاهدينا للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية والبداية من الهند وفيديو كارثي للحظة انهيار مدرجات مكتظة بالجماهير في ملعب لكرة القدم مما تسبب بإصابة 225 شخص 6 منهم إصابتهم خطيرة. المدرجات مصنوعة من الخشب وأدى الانهيار المفاجئ لها إلى حالة من الذعر للمشجعين وسقوط أعمدة الإنارة على عدد من الجماهير. نبقى مشاهدينا في الهند حيث تمكن رجل إطفاء من إنقاذ قط عالق على برج لبث إشارات الهواتف المتحركة، حيث ظهر رجل الإطفاء في الفيديو المتداول وهو يتسلق برج للاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار لمساعدة القط على النزول. I'm going to go to the hospital.
وإلى فيديو حقق على تويتر أكثر من 9 ملايين مشاهدة لسائق متهور يقود سيارة تسلا مما أدى إلى طيرانها في الهواء. ورصدت شرطة لوس أنجلوس مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لتوقيف هذا السائق المتهور. الفيديو قامت بنشر الشرطة وأثار السيارة وهي تقفز بارتفاع كبير في الهواء وتمر فوق تقاطع مروري، ثم تتدحرج على عجلاتها الأمامية وتصطدم بسيارتين وحاويات قمامة. لنشاهد سويا هذا الفيديو. هذا الفيديو إلى تركيا، حيث دخل ملعب نادي غلطاسراي التركي لكرة القدم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أقوى ملعب يعمل بالطاقة الشمسية. وتم الإعلان عن تسجيل اسم الملعب في موسوعة جينيس خلال مؤتمر صحفي أقيم في ملعب غلطاسراي بمدينة اسطنبول. وشارك في المؤتمر رئيس النادي بوراق الماس وعدد من الإداريين. وقال الماس في هذا المؤتمر أن نشر ألواح الطاقة الشمسية في سقف الملعب بدأ في عهد الرئيس السابق للنادي مصطفى جنكيز، وأن هذا المشروع سيوفر على النادي أعباء مالية كبيرة وسيساعد على توفير 1 مليار ليرة تركية سنويا، وسيقدم مساهمة كبيرة في الاستدامة المالية للرياضة التركية. وقالت أيضا ممثلة موسوعة جينيس في تركيا شيدا سوباشي أن الرقم القياسي انتقل من البرازيل إلى تركيا، وأضافت أن الملعب بات الأفضل من حيث الطاقة الشمسية. أشير أن المشروع مكون من 10404 لوحات قادرة على إنتاج 4.3 ميجا وات من الكهرباء. وإلى أوكرانيا، ومقطع فيديو وثق مشاهد الدمار اللي حدثت في مدينة ماريوبول واللي تم قصفها من قبل القوات الروسية بالقنابل الفراغية. أظهر الفيديو لمحة عن مدى الدمار اللي شهدته هذه المدينة، حيث يقول المسؤولون أنها تحولت إلى رماد. وتم التقاط مجموعة من الصور فوق أحدى المناطق الواقعة شرق المدينة واللي أظهرت الدخان المتطاير في الهواء بين مجموعة من الشقق المدمرة والأشجار الممزقة والعشب الميت في الشوارع. ووصفت منظمة حقوق الإنسان هذه المشاهد بمشهد أو مشاهد الجحيم. وقال مسؤول أوكراني أن الروس غير مهتمين بمدينة ماريوبول ويريدون هدمها وتحويلها إلى رماد. أيضا قالت إحدى اللاجئات الأوكرانيات التي تمكنت من الفرار من المدينة مع زوجها وابنها أن هناك العديد من الجثث المتعفنة الملقاة في الشوارع لعدم وجود عمال لدفنها. شاهدوا معي هذا الفيديو. من هذا الفيديو مشاهدينا إلى فيديو آخر لمحبي الساعات المميزة والثمينة. أطلق دار بولغاري العريقة ساعة أوكتو فينيسيمو ألترا جديدة احتفالاً بالذكرى السنوية 10 لساعتها أوكتو. هذه ساعة جديدة تتميز بتصميم عصري ونحيف جداً، مما يعتبر تطور قياسي بصناعة الساعات لدار بولغاري. وقال الرئيس التنفيذي جان كريستوف أن صناعة هذه الساعة بمثابة حلم تحقق وثورة بعالم الساعات، خاصة أن التصميم يبلغ
1.80 ملم فقط، وتم تحديث ساعة فينيسيمو الترا بأنها أنحف ساعة ميكانيكية في العالم بحسب WWD. وسوف يتم تسليم الساعة مع عمل فني NFT مستوحى جزئيا من الساعة، حيث سيتوفر لكل مالك وصول حصري إلى عالم رقمي مخصص له. ستكون به جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد لاستكشاف المفهوم المرئي وغير المرئي المرتبط بهذه الساعة. ساعة بلغاري الجديدة ستكون بإصدار محدود من 10 نسخ فقط، وبسعر أكثر من $400,000. إلى فيديو آخر، أعلنت عملاقة صناعة التقنية DJI عن نماذج جديدة من الطائرات المسيرة القادرة على العمل في أكثر ظروف الطقس قسوة. النموذجين الجديدين من طائرات M30 صمما ليقدما خدمات تعجز عن تقديمها للدرونات الصغيرة المخصصة للاستخدامات المدنية. سيكون بالإمكان استعمالها من قبل هيئات الإنقاذ ومؤسسات المسح الجيولوجي، كونها مجهزة بتقنيات متطورة ولها القدرة على العمل في ظروف الطقس القاسية. تتميز طائرات M30 بحماية ضد الماء والغبار، كما بإمكانها العمل على ارتفاعات عالية وفي ظل تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر و 50 درجة مئوية. وزودت بثلاث كاميرات وعدسات 48 و 12 ميجا بيكسل، ولها القدرة على التصوير بدقة 8K. نهاية الحلقة، شكرا لمتابعتكم.